الله يحييك. كيف حالك؟ الله يسلمك. شلون اهل الامارات؟ اهل الامارات مشتاقين لكم يا اهل البصره ويا اهل العراق، او نحن جايين اليوم نقول لكم ترى اشتقنا لكم ونحبكم، وصدمتونا بالكرم بالطيبه يعني الكلمات تعجز عن وصف اهل البصره واهل العراق ككل. التنظيم شلون شفته اليوم؟ دخول جماهير، دخول الاعلاميين؟ تنظيم مو باليوم، تنظيم من اول ما بديتوا انتم خلاص تستقبلون الوفود. الاستقبال التنظيم كان من المطار، الامور سلسه الحمد لله، تنظيم على اعلى مستوى. لابد من الاخطاء، لكن تصير في اي بطوله وفي اي حدث سواء خليجي عربي عالمي تصير هذه الاشياء، لكن اليوم العراق اثبتت انها قادره على التعافي، قادره على استضافه البطولات الخليجيه والعربيه والعالميه ايضا. باقي لنهايه البطوله؟ باقي لين اخر يوم في البطوله، ومن بعدها اقرب اجازه ارجع مره ثانيه ازوركم. حياك الله وتشرفنا وتنورنا، بزور كل العراق مو بس البصره. اكيد اكيد حبيبي، حياكم الله، يوفقكم حبيبي.